انا بتقول ان بدينا المؤتمر في صلاة الظهر، ما انتهاش الا بعد المغرب، نصلي الفروض دي كلها ازاي؟ كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يوقعها في الحرج، وهذا من تخفيف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته بالأمة. وهذا تشريع للأمة أنها إذا صادف الإنسان يعني مثل هذه الظروف التي لا يستطيع فيها أن، زي مثلا العمليات، الأطباء أحيانا يستمرون في العملية بالساعات، ست ساعات ممكن، فلا يستطيع أن هو يترك المريض لحظة، وحينئذ فنفتي بالجمع. قضية الجمع إزاي بقى؟ طالما إن أنا هخش المؤتمر، أذن الظهر وأنا أعلم أن المؤتمر سيستمر إلى يعني ما بعد المغرب، فلن أدرك العصر، يبقى أصلي الظهر والعصر جمع تقديم من غير قصر يا مولانا، عشان من غير قصر، أيوة عشان تبقى الأمر واضح، من غير قصر، طالما أنني لست مسافرا فإنني أصلي الظهر والعصر جمع تقديم. ثم إذا أذن المغرب فحينئذ يعني قد أدركت العصر، يعني صليته في وقت الظهر بالرخصة النبوية الواردة. وهذه الرخصة يعني أخذ بها جماعة من المحققين، لكن الإمام النووي يقول يعني لا ينبغي أن تجعل عادة، يعني ما تخليش ده عادتك دايما أن أنت تجمع، إنما تجمع في أمر طارئ وقت كده، الحاجة، أمر طارئ قوي. أحيانا الإنسان يخرج في المواصلات مثلا، مواصلات قد الزحمة قد تستمر به بحيث إنه يعني لا يرجع إلا بعد المغرب، فإذا غلب على ظنه أن الأمر سيستوعب الصلاتين ولن يدركها إذا رجع إلى البيت، فإنه يصليها جمع تقديم.